شخصية كرست جل جهودها للارتقاء بالدولة والمجتمع والنهوض بهما في إطار رؤية حكيمة. شخصية العام الثقافية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. تعلمنا في المدارس والكليات، ولكني لم أجد مدرسة أو جامعة أكبر من الشيخ زايد محمد بن راشد آل مكتوم. ندعو المكرمين إلى أخذ صورة تذكارية مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بقول لكم قصة عن المؤسسين. أنا تعاملت مع زايد طيب الله ثراه قبل الاتحاد. مثل ما تعلمون أن كان هناك إمارات التسع وسعى إليهم زايد، ولكن بعدين شفنا أن كل يجر من طرف، حتى الإمارات اللي عندنا هني كانت متأخرة. ففي يوم من الأيام تواعدوا راشد وزايد في خيمة صغيرة، فراشهم الأرض وعندهم لحاف اللي هو يسندهم، وقيلوا هناك من الضحى العالي إلين صلوا الظهر وتغدوا وبعدين رجعوا. وأنا كان لي الشرف أنا أصب القهوة عليهم من الخيمة الثانية اللي وراء. وكانت التحديات كبيرة، التحديات أن العرب المتقدمين والدول ما كملت اتحاداتهم، وفي دول خارجية ما أرادت أن هالاتحاد يكون، ومشاكل الداخل لا بنية تحتية، لا مدارس، لا جامعات، لا متعلمين أن يقومون بهذه الدولة. ولكن إصرار زايد، وكان إصراره حكيم، أنه قال لراشد خلنا نوقع وياك وبعدين الباقيين بيجون. ومن سمعوا الإمارات الثانية أن صار التوقيع يو كلهم ووقعوا. وهذه بداية زايد، ما كان يعني كان يكون مع المهندسين، مع المعلمين، مع الطلبة، يعني يقوم كل شيء. إذا تحرك زايد تحركت الدنيا وياه. زايد لم يكن واحد بيننا، إنما الأمة حين نوبي. وأنا أقول الآن يا زايد، أبنائك وصلوا العالمية، وشكراً.